رح نفتتح إذن حلقتنا مع أوليف يلي قدروا بالمعمل والمخبز يلي عم يعمل هالنوع من الكعك طيب كتير يلي الكبار والصغار فعلا حبوا هالكعك خاصة أنه في منه عدة طعمات قدروا يفوتوا على بيتهم نوع من الحلو اللبناني إذا بدكن الطيب يلي ما بنصيح يلي ما فيه حليب يلي ما فيه بيض يعني بالمبدأ قاطع فاللي عم بيصوم كمان ومحتار شو بده ياخد سناكس ويحلي حاله في روح دغري على أوليف لكل يلي عندهم مشكلة بالانتوليرانس على الحليب الولاد أو الكبار يلي ما فيهم يشربوا الحليب ولا ياخدوا اللاكتوز ولا ياخدوا أي شيء من مشتقات بروتين الحليب فيهم يتكلوا على أوليف وكمان للناس يلي عندها حساسية على البيض كمان فيكن تتناولوا أوليف لأنه خالي من البيض السكر البديل يلي مستخدم منه سكر مصنع هو سكر طبيعي حل كتير انتو ما بتتناولوا منه بكمية كبيرة فبالتالي على المدى البعيد بينزل من مستوى السكر بالدم هيدا اذا عم تاخدوا هيدا السكر لحاله مشان هيك انا بطمن لكم بالكم من حيث شو نوعيه السكر يلي مستخدم بقلبه اكثر من هيك لانه نحن بحاجه للبروبيوتيك يلي نحن بناخذهم من اللبن بناخذهم من الحليب وتشيلوا الحليب من هالخلطه يلي عملوا فيها الأوليف حطوا البروبيوتيك يلي هو مع السكر حتى لي كمان لانه في الياف كثيره بقلب هالبسكوي لما يصير عنده سوء هضم او يضل جسمي فعلا قادر يكسر اذا بدكم محتوى الأوليف كمان في بقلبه البروبيوتيك يعني انتو عم تاخدوا خلطة طيبة من هالعجين يلي معمول بمخبز كتير متطور وبدعيكم تشوفوا كل النظافة والستاندز وكيف عم تنشغل هيدا العجينة عبر الفيسبوك والبيج الخاصة بأوليف لأكتر من هيك المية اللي مستخدمة بقلب عجنة الأوليف مي من فلتر كلينسوي انا كمان هيدا بدي شدد عليها لا كمان شغلة مش عم نعمل له دعاية لمس أميل هو يعني أصلا لحاله دعاية بس الفكرة أنه حتى المي هي مي نظيفة خالية من البكتيريا وأنا من بعد ما هو خبرني ولا مرة كنت منتبهة يعني أنه شو بيستعملوا مي بالبسكوي ولا مرة كنت فكرت بهيدا الموضوع إلا من بعد ما فعلا سألته هيك عن طريق المزح طلع مزبوط مركب لهم هالفلترز بهيدا المعمل بالذات فبالتالي عندي مي كمان ما فيها بكتيريا مشان هيك قدروا الأوليف يعطوكم علب من البسكوي يلي بتضاين on the shelf بتضاين على الرف 6 أشهر من دون preservatives يعني ما في بقلبهم مواد حافظة لأنه المي المستخدمة بقلبها مي نظيفة 100% ما فيها بكتيريا لا ميتة ولا عايشة فبالتالي هيدا المنتج ما بيعفن ما بينتزع وفعلا عم بيكون صحي بامتياز أوليف إذن رح تقدر تأمل لكم طعمات مختلفة لبسكوي مقرمش فيكم تنقوا النكهات والطعمات مع جوز الهند يعني انتو بتعرفوا قديش مهم الكوكونات كمان بنظامنا الغذائي معتمدين على الجوز كمان بسبب الأوميغا 3 اللي موجود بقلبه العقد الصفرة وقديش عم ينحكى عنها كمان انها مفيدة جدا وطبعا عم بيكون في بقلبه اليانسون يعني من كل الجهات عندكم قطعة من البسكوي مقرمشة طيبة خالية من اي نوع من المحليات يلي ممكن تزيدنا بسمنتنا فيها ألياف سعرات الحرارية تبعها قليل كتير فصالحة 100% للناس يلي عندهم سكرة فيكن تحلوا حالكن بكم قطعة بسكوي للناس يلي هلأ بلش الصيام أكيد فيكن تكونوا عم تاخدوا هيدا البسكوي للولاد يلي ما منعرف شو بدنا نشتري لهم من السوق إذا عندهم حساسية على الحليب كمان صار فيكن تتناولوا من الأوليف